في طوافه في الكعبة المشرفة، وبعد أن جاءه النداء: يا حسين، حل من إحرامك قبل أن يستباح دمك. وحولها عمرة مفردة، وأنتم أعرف بذلك. فبعض الشعراء يكتبون تلبية للإمام الحسين، بعض الأشعار لا أدري إن كان تحضرنا الآن، ولكن يصيح الإمام الحسين وهو يطوف حول الكعبة: لبيك يا ربي، ربيك أنا المظلوم وأنت العالم بحالي. لبيك في مرضاتك يذبحون الأطفال. لبيك أنا الخايف وكل الناس مأمون. لبيك يا ربي، لبيك عن جوارك أنا ما أطرق. لبيك ذبحون رجالي وظلما أفرق. لبيك أنا خايف وكل الناس مأمون. لبيك يا ربي تقبل نسكيونا أعمى. لبيك حتى الشمر يصعد صدري بليل. لبيك أنا خايف وكل الناس الشام نسواني. لبيك راسي بوسطة المجلس يضربوني. لبيك أنا خايف وكل الناس مأمون. وحسينا دخل العباس على أخته زينب، وحينما رأته زينب يقلها: قومي أخي إلى أين؟ قال: إلى كربلاء، وإذا بها تنادي: يا خوي خوي ماني مخدرة، تدرون أذل يغلي الشيم ترضون. هنا العباس يبين مقام ما وصاه به أمير المؤمنين، يقلها: يا زينب. اتذكر ذاك الوقت اللي الإمام علي وضع يد زينب في يد أبي الفضل العباس: هذه وديعتي عندك. والله ضقيد على صدره وصاح: يا اختي يقوم بشيبتي وطلعي بختي، انا خيج يا زينب لفدي. من يدناج وبجف المحتم، ويلي نعمين والله نعمين ابو فاضل حمى زينب خدرها، والله حتى العمامة من على البيره.
ونادى يا وديعة بني هاشم زينب العجل قومي اخوج على السفر عازم صاحت بيه يا عباس يا فخري لكن من كربلاء يا ساق اطلع عن كلهم اعادي والله اعادي شمر الخنق قايد وزجر الرجس حادي معذرة سيدنا ومرت وغي تستر وجهها بالايادي اي والله مرت وهيت على ظهر الجمل ومهبط الراس اي والله اركب على ظهر الجمل مهبط الراس يا الله يا الله اللهم بحق ابي الفضل العباس هذا المجلس وبحق عقيله الطالبيين علينا بحق ام البنين يا الله وبحق الحسين الوجيه وجده وابيه وامه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه من على سماحة السيد بالصحة والعافية وعلى جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات بالصحة والعافية متعنا ببقائه ولا تحرمنا من بركات وجوده يا رب العالمين اللهم انصر شيعة أمير المؤمنين أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله أيدهم واحرس بعينك التي لا تنام خصوصا الحشد الشعبي اللهم أيدهم واجعل النصر إن شاء الله الموزر لهم ولجميع المؤمنين والمؤمنات احفظ المراجع العظام والعلماء الأعلام
اللهم اجعل هذا البلد عامرا بطاعتك وبذكر أهل بيت الرحمة. اللهم احفظ العتبات المقدسة من أيدي العابثين، اشغل الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه وتحت لوائه. اللهم واجعلنا من المرضيين والمقبولين عنده حينما ينظر إلى صحائف أعمالنا وإلى أموات الحاضرين، خصوصا إلى أموات سماحة السيد وأموات المراجع العظام والعلماء الأعلام، وإلى خدمة المولى أبي عبد الله الحسين، وإلى من ليس له ذاكر يذكره من المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن. طيب الله.